شكري يجري غدا مباحثات مع وزيري خارجية الأردن وفرنسا لمناقشة التطورات الإقليمية وعلى رأسها الحرب في قطاع غزة. نتنياهو يوافق على إرسال وفدين إلى مصر وقطر في إطار اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين. القوات المسلحة السودانية تؤكد عزمها تطهير البلاد من التمرد وترحب بأي دعوة تصب في مصلحة السلام. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. يعقد وزير الخارجية سامح شكري غدا مباحثات مع كل من وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورني ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي. كما يجري شكري مباحثات ثنائية مع نظيره الفرنسي، وتتناول المباحثات الثلاثية التي تعقد بقصر التحرير التطورات الإقليمية وعلى رأسها الحرب في قطاع غزة. هذا ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية مصر وفرنسا والأردن مؤتمرا صحفيا مشترك في ختام اللقاء الثلاثي. وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إرسال وفدين إلى مصر وقطر بهدف مواصلة التفاوض من أجل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في إطار اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأوضح مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء تحدث مع رئيسي جهازي المخابرات الإسرائيليين شين بيت والموساد، ووافق على أن يتوجه وفدان نيابة عنهما في الأيام المقبلة إلى الدوحة والقاهرة مع تفويض للمضي قدما في المفاوضات. اتهمت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين جيش الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة التمرد على قرارات الشرعيات الدولية ورفضها لكل ما يصدر عن الهيئات الدولية السياسية والقانونية. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن إصدار محكمة العدل الدولية تدابير احترازية مؤقتة جديدة دليل قانوني دولي يثبت أن إسرائيل لم تلتزم كعادتها بالأمر الاحترازي الأول الذي صدر عن المحكمة. وطالبت الخارجية الفلسطينية بآليات تنفيذية ملزمة وتحت طائلة المسؤولية والعقاب لإجبار الاحتلال على احترام قرار مجلس الأمن وأوامر محكمة العدل الدولية وتنفيذها بشكل فوري. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف في مناطق متفرقة بقطاع غزة مخلفا وراءه عشرات الشهداء والجرحى. في غضون ذلك أعلنت السلطات الصحية في غزة استشهاد 32,623 فلسطينيا وإصابة 75,092 في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر. وأضافت السلطات الصحية في غزة أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت ركام وفي الطرقات، بينما لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية قوله إن المجاعة تمثل خطرا ووجودها محتمل جدا في بعض المناطق على الأقل في شمال غزة. وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن ندرة الشاحنات تمثل عقبة رئيسية أمام تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر. كما أوضح المسؤول الأمريكي أنه تم إطلاع الولايات المتحدة على بعض جوانب الخطة الإسرائيلية لهجوم محتمل على رفح، ولكن لم يتم رؤية هجوم شامل بعد.
صرح رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف هيثم أبو سعيد، صرح على أن بنود التصنيف العالمي للمجاعة ثابتة في قطاع غزة. ووجه رئيس البعثة اتهامات الاحتلال الإسرائيلي بخرق النظام المتكامل للأمن الغذائي ضد الفلسطينيين في القطاع. يعاني الفلسطينيون من سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون السن الخامسة وسط تحذيرات أممية من حدوث مجاعة وشيكة. وكان تقرير أممي قد أشار إلى أن جميع سكان غزة يواجهون مستويات توصف بالأزمة في انعدام الأمن الغذائي. لا طعام ولا ماء ولا دواء، هكذا حال أكثر من 2 مليون شخص في قطاع غزة المدمر. ما يأكلش والله الذي لا إله غير بشكل، هاي حشيش هذا. دوه يقول لك خميض خبز وزعتر وخلى يحب يخلي الزعتر الخبيز والخبيز خلصت. لم يبقى شيء يأكله الفلسطينيون في ظل الحصار والقصف الإسرائيلي، معاناة صعبة وسط تحذيرات دولية من حدوث مجاعة وشيكة. أنا المسار اللي ببيع فيها بشتري إشي عشان آكل، ويا ريتهم يكفوا. كنا تعبانين ماديا وجسمانيا وكنا نزلنا بالوزن، اللي بقى وزنه 70 صار وزنه 50. ووفقا لتقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الصادر عن الأمم المتحدة، فإن الحد الأقصى لانعدام الأمن الغذائي الحاد قد تم تجاوزه بشكل كبير، وإن سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة يتقدم بوتيرة قياسية نحو المرحلة الثانية للمجاعة. وبحسب التقرير الأممي أيضا، فإن جميع سكان غزة يواجهون أزمة انعدام الأمن الغذائي، وأن نصف عدد السكان قد استنفدوا بالكامل إمداداتهم الغذائية وقدراتهم على التكيف ويعانون من مجاعة كارثية. وفي الوقت الذي استنفذت فيه الإمدادات الغذائية مع التعنت الإسرائيلي للسماح بنفاذ المساعدات الغذائية إلى القطاع، يلجأ البعض إلى أوراق الشجر والبعض الآخر يقف في توابير طويلة بحثاً عن أي شيء يسد رمقهم. تواجه حكومة المملكة المتحدة ضغوطات برلمانية شديدة لحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب تجاهل تل أبيب لقرار مجلس الأمن الدولي. وقع أكثر من 130 برلمانيا رسالة إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون لإلقاء الضوء على الإجراءات التي اتخذتها دول أخرى وآخرها كندا التي أعلنت وقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. مع استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة حتى بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، ازدادت الضغوط البرلمانية على حكومة المملكة المتحدة لحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل وسط تجاهل تل أبيب لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأخير الذي يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار. ووفقاً لصحيفة الجارديان، فإن رسالة قد وقعها أكثر من 130 برلمانياً إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون سلطت الضوء على الإجراءات التي اتخذتها دول أخرى وآخرها كندا التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستوقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. ويواجه الوزراء بالفعل دعوات من وزير خارجية الظل ديفيد لامي للنشر المشورة القانونية للوزراء حول ما إذا كان هناك خطر جدي من قيام إسرائيل بانتهاك القانون الإنساني الدولي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي عادة إلى تعليق مبيعات الأسلحة البريطانية. الرسالة تقول إن العمل كالمعتاد بالنسبة لصادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل أمر غير مقبول على الإطلاق، وإن الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة تستخدم في غزة، مشيرة إلى تحقيق أجرته الأمم المتحدة مؤخرا وقد خلص إلى أن طائرة مقاتلة من طراز F-16 مصنوعة من أجزاء بريطانية ربما كانت مسؤولة عن قصف الأطباء البريطانيين في قطاع غزة.
انطلقت مبادرة مجلس القبائل والعائلات المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين بتنظيم مائدة بدون إفطار تحت شعار أهلنا أولى مننا. وتستهدف تلك المبادرة إرسال 100,000 وجبة إفطار لقطاع غزة في إطار التأكيد على دور مصر في دعم الأشقاء الفلسطينيين. هي أطول مائدة إفطار لكن بدون طعام. هكذا انطلقت مبادرة مجلس القبائل والعائلات المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين بتنظيم هذه المائدة بطول 8 كيلومترات على شاطئ مدينة العريش بشمال سيناء. المبادرة تأتي تحت شعار أهلنا أولى مننا لإرسال 100,000 وجبة إفطار لقطاع غزة، وذلك تأكيدا على دور مصر قيادة وشعبا في دعم الأشقاء هناك. أهلنا أولى مننا، بمعنى احنا كل السنه اللي فاتت كنا عاملين فطار بطول 9 كيلو وكان الفطار موجود والناس كلها بتفطر وتمام التمام. السنه دي قلنا لا، الفطار ده يروح لاهلنا في غزه واحنا هنفطر بتمره ببق ميه على السنه. التجمع النهارده ده وندل يدل على ان احنا بنقول لغزه وفلسطين ان احنا اخواتكم في مصر بيساندوكوا ومعاكوا وفي ظهركوا. دي رساله بنوجهها ليهم ان احنا ما بننساكوش ابدا، انتوا معانا في كل لحظه. الحمله دي تضامنا مع اخواتنا في قطاع غزه. طبعا الحمله دي عملناها امبارح 100,000 وجبه سخنة، منها وجبة فطار وجبة سحور. فطبعا الوجبات دي دخلت النهاردة قطاع غزة، إخواننا في غزة النهاردة بيفطروا مع الوجبة دي، وإحنا النهاردة بنفطر تمر ولبن أو تمر ومية أو تمر وعصير تضامنا مع إخواتنا الموجودين هناك. مبادرة مجلس القبائل والعائلات المصرية تأتي كذلك للتأكيد على استمرار الدعم المصري من تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية المختلفة عبر معبر رفح البري لوصولها لقطاع غزة. مشاركة في الفكرة الرائعة إفطار بدون طعام تضامنا مع أهلنا وإخواتنا في قطاع غزة، والحمد لله تم تسليم الوجبات لقطاع غزة النهاردة صباحا. النهاردة في مائدة بطول 8 كيلومتر على ساحل مدينة العريش. بسم الله ما شاء الله، النهاردة رمضان بيجمعنا كلنا بين مصر وسيناء وغزة، فكل سنة هم طيبين وكل سنة إن شاء الله والأمور تبقى طيبة ومصر في أحسن حال. كل الدعم من جمهورية مصر العربية لأشقائنا في فلسطين في شهر رمضان المعظم مائدة كبيرة تليق بكل الدعم ورسالة دعم كبيرة جدا للأشقاء في فلسطين. إفطار ومائة ألف وجبة اليوم تم تقديمهم إلى الإفطار والمشاركة ما بين المصريين والفلسطينيين في دعمهم، وهي رسالة ثقة أن دائما الشعب المصري في ظهر الشعب الفلسطيني في كل محنه، وأمة عربية واحدة يجمعهم شهر رمضان المعظم. وشهدت المائدة حضورا شعبيا كبيرا من أهالي شمال سيناء لإعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني. بصراحة فكرة جميلة وحلوة، وده أقل حاجة إحنا نعملها معاهم. دي بوصل رسالة لأهلنا في غزة، بقول إحنا الشعب المصري وعامة وشعب سيناء خاصة معكم في هذه المحنة. شمال سيناء كلها عن بكرة أبيها النهاردة طلعة تقول النهاردة إن احنا مع غزة قلبا وقالبا. تأتي هذه المائدة بمدينة العريش التي تشهد حراكا حكوميا وشعبيا في استقبال العديد من الأسر الفلسطينية المرافقة للجرحى والمصابين وتقديم الخدمات الإنسانية لهم. حكاية خير، عنوان يؤكد أن معاناة الشعب الفلسطيني ليست ببعيدة عن أشقائهم المصريين. فمنذ بداية شهر رمضان المبارك ترسل مصر يوميا عددا من وجبات الإفطار والسحور لأهالي غزة، بالإضافة لاستمرار الجهود السياسية لانتشار السلام والأمان داخل قطاع غزة. محمود جميل، التلفزيون المصري. أعلن الجيش السوري مقتل وإصابة عدد من المدنيين والعسكريين جراء عدوان إسرائيلي استهدف عددا من النقاط في ريف مدينة حلب. ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر عسكري قوله إن العدوان الإسرائيلي أسفر عن وقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة، وكان مدنيان سوريان قد قتلا ووقعت أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف أمس مبنى سكنيا بريف دمشق.
جدد عضو مجلس السيادة الانتقالي نائب القائد العام للقوات المسلحة بالسودان الفريق أو الركن شمس الدين كباشي، جدد عزم القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى على تطهير البلاد من التمرد والقضاء على قوات الدعم السريع. ولفت الكباشي إلى أن القوات المسلحة تسعى للسلام، معلنا عن ترحيبهم بأي دعوة صادقة تصب في مصلحة السلام. كما أشاد نائب القائد العام للقوات المسلحة بالسودان بكل الجهود المخلصة من الدول والأشقاء والوطنيين لإيجاد حلول لمشاكل السودان، داعيا قوات الدعم السريع إلى الالتزام باتفاق جدة. أكدت وزارة الخارجية السودانية أن اعتداءات قوات الدعم السريع على المساعدات الإنسانية تعد جرائم حرب، وجددت الخارجية التنديد بما وصفته بالجرائم المشينة التي ترتكبها قوات الدعم السريع، وآخرها الاعتداء على قافلة الإغاثة التابعة لمنظمة اليونيسيف. أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تسجيل 59 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية، ذلك خلال الساعات 24 ساعة الماضية. في غضون ذلك أكد قائد سلاح الجو الأوكراني أن القوات المسلحة دمرت 58 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا الليلة الماضية، بالإضافة إلى 26 صاروخ كروز. أعلنت مصادر أوكرانية تعرض 3 محطات للطاقة الحرارية لأضرار خلال هجوم روسي بصواريخ ومسيرات. وأضافت المصادر الأوكرانية أن معدات المحطات الثلاثة تعرضت لأضرار جسيمة وجري العمل على إصلاحها. أعلنت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية أنه تم نشر طائرات بولندية وأخرى تابعة لحلفاء بالمجال الجوي للبلاد بعد أن شنت روسيا ضربات صاروخية على أوكرانيا. وذكرت قيادة العمليات أن طائرات بولندية وحليفة تعمل في المجال الجوي البولندي تم نشرها خاصة في الجزء الجنوبي الشرقي من بولندا على الحدود مع أوكرانيا. قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شاميهال إن أوكرانيا تلقت شريحة بقيمة 1.5 مليار دولار في إطار برنامج تمويل مع البنك الدولي. وأضاف رئيس الوزراء الأوكراني أن التمويل مقدم من اليابان بقيمة 984 مليون دولار وبريطانيا بقيمة 516 مليون دولار وستغطي الأموال الإنفاق على الاحتياجات الاجتماعية والإنسانية وجهود إعادة الإعمار. نظمت مؤسسة حياة كريمة حفل إفطار بحي شبرا في محافظة القاهرة، ويأتي هذا الإفطار في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسعادة وبالتزامن مع شهر رمضان الكريم. في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسعادة وبالتزامن مع شهر رمضان الكريم، نظمت مؤسسة حياة كريمة حفل إفطار بحي شبرا في محافظة القاهرة، وذلك ضمن عدد من المحطات والمخطط أن تجوبها قوافل السعادة خلال شهر رمضان الكريم. بنستهدف النهاردة 1500 مواطن للإفطار، ثم بعدها بيبقى عندنا فقرات غنائية وفقرات ترفيهية للأطفال وللكبار، وبنوزع هدايا على الناس بحيث اليوم يطلع من زي اسمه قوافل سعادة، الناس يبقى عليها السعادة والبهجة. الاحتفالية تضمنت إفطارا جماعيا إلى جانب تنظيم عدد من الفقرات الثقافية والفنية، بالإضافة إلى إعداد فقرات توعية دينية وتوزيع الهدايا على المواطنين. النهاردة المائدة بتاعتنا فيها 1500 فرد، دي ثالث قافلة. القافلة الأولانية كانت في الأشراف، والتانية كانت في حلوان، ودي الثالثة.
هو النهاردة إفطار جماعي للمواطنين كلهم، بس هو الموضوع حلو قوي وأنا مبسوطة بيه جدا. إحنا بننظم الناس وبنحاول إن إحنا نساعدهم ونحاول ما يكونش فيه أي مشاكل، وإن شاء الله كل يكون مبسوط. مؤسسة حياة كريمة تواصل جهودها في مختلف القرى والمحافظات من خلال تدشين عدد من الفعاليات والخدمات التنموية، إلى جانب إطلاق المبادرات المختلفة لخدمة المواطنين. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. شهدت قرية تفتيش السرو في دمياط إطلاق قافلة طبية شاملة على مدى يومين ضمن جهود مؤسسة حياة كريمة، ذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وتم خلال القافلة توقيع القشف الطبي على المواطنين من خلال 12 عيادة تخصصية، بالإضافة إلى تحويل حالات حرجة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإصدار قرارات على نفقة الدولة. كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بالمجان بها أكثر من 160 نوعا من الأدوية. معمل متكامل فيه أكثر من 40 تحليل، معانا كمان خدمات الأشعة سواء أشعة عادية أو أشعة سونار، مفعلين الكشف المبكر عن أمراض زي الضغط والسكر عشان نكتشف المرض في أوله، فبالتالي ناخد إجراء سريع تجاه المريض ناحيته يعني. برضه مفعلين خدمة الإحالة، فبالتالي المرضى اللي بيحضروا للقافلة مش بيحصلوا على خدمات الكشف والعلاج فقط، الخدمة ممكن تمتد بعد كده لو المريض محتاج ان هو يعمل عملية جراحية او ياخد اجراء مش موجود في القافلة، فبنوجهه لاقرب مستشفى يقدر ياخد الخدمة فيها. اول ما عرفت ان في قافلة طبية عن طريق الوحدة المحلية جيت هنا حضرت وقطعت التذكرة ودخلت انف واذن، ودكتور كشف عليا ولقيت صرفت العلاج. دخلني الجامعة في الاستقبال الحمد لله 10/10، دخلنا كشفنا، الدنيا ميسرة جدا وصرفوا لنا علاجنا والحمد لله كل حاجة كانت تمام. أنا جيت كشفت هنا في القافلة هنا، والكشف مجانا بدون أي فلوس، وما شاء الله كل حاجة كويسة هنا برضه. تواصل الدولة جهودها لإعادة إعمار وتطوير المساجد، وفي هذا الإطار تفقد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، وذلك بعد إعادة تطويره. ووجه وزير الأوقاف التحية والشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بعمارة بيوت الله بصفة عامة ومساجد آل البيت بصفة خاصة. وأكد وزير الأوقاف أن إجمالي المساجد التي تم إنشاؤها أو إحلالها أو تجديدها أو تطويرها وصيانتها وفرشها قد بلغ في عهد الرئيس السيسي 11887 مسجدا بتكلفة قدرت بنحو 18 مليار جنيه. قدمت دار الأوبرا حفلا ضمن برنامجها الرمضاني لشيخ المنشدين ياسين التهامي وفرقته على المسرح المكشوف. يأتي ذلك استمرارا لفعاليات الثقافة المصرية خلال شهر رمضان وسط حضور جماهيري. في أجواء روحانية ونسمات رمضانية، استقبل المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية عشاق فن الإنشاد الديني، حيث كانوا على موعد مع شيخ المنشدين ياسين التهامي الذي قدم بصحبة فرقته روائع أناشيده التي أمتعت آذان الجمهور وقلوبه. تنظيم جميل ما شاء الله، والجو جو روحاني وجو إيماني جميل ما شاء الله. احنا على طول زي ما متعودين مع الشيخ ياسين كل سنة بيتحفنا بهذه الليالي الروحانية، والشيخ ياسين من الناس من اهل الله ومن اهل الصدق ومن اهل الاحسان اللي بيتحبوا في كل مكان، والكل ما شاء الله يعني كل المشاركين بيحبوه ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني ربنا يبارك في الجميع. بصراحه انا مبسوطه جدا، هي اول مره اجي وان شاء الله هكون مبسوطه، يعني في حاجه بالنسبه لي جديده، وكويس ان الاوبرا بتعملها في رمضان كمان لان بتدي فرصه للناس ان هي ايه يعني تحضر حفلات زي التهامي، وانا بحبه اصلا كشخص. يعني حريصين على اليوم بتاع الأوبرا ده، الحقيقة بيكون يوم منظم ويوم جميل بخلاف الحفلات اللي هي بتبقى في الموالد وفي الحاجات دي، الواحد بيتمتع وبيستمتع باللقاء مع الشيخ ياسين. تضمن البرنامج مجموعة من أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية التي نجح من خلالها الشيخ ياسين التهامي في تحقيق انتشارا واسعا وقاعدة جماهيرية كبيرة. الشيخ ياسين التهامي يعتبر زعيم المداحين زي ما بيقولوا،
واحب اسمع له يا ريت يعني يا ريت اياك ان تيأس اللي هو بيقولها جميله. الاجواء جميله جدا واجواء روحانيه والسهره جميله رمضانيه، وطبعا انا من عشاق الشيخ ياسين وبحب اول مره احضر له حفله الصراحه، يعني انا جاي من الصعيد عشان احضر له حفله. أصبح الإنشاد الديني في الفترة الأخيرة له مريدي وعشاقه خاصة خلال المناسبات الدينية، كما شهد تطويرا غير مسبوق تمثل في إلقاء الضوء على مجموعات نادرة من الأعمال والقصائد الصوفية التراثية. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. توارث المصريون عادة شراء فانوس رمضان منذ القدم لتكون أحد مظاهر الشهر الكريم في كافة محافظات الجمهورية، ويشهد سوق بيع الفوانيس كل عام تطور كبير في الأنواع والأشكال والأحجام، حيث شهدت صناعة الفوانيس في مصر تطورا غير مسبوق خلال الأعوام الماضية. مع قدوم شهر رمضان يمارس المصريون طقوسا خاصة للاستقبال والاحتفال، من بينها تعليق الزينة والفوانيس. ويعد شراء فانوس رمضان عادة توارثها المصريون منذ القدم لتكون أحد مظاهر الشهر في العالم الإسلامي، فأصبح جزءا لا يتجزأ من احتفالات ليالي رمضان في الشوارع والمنازل. في محافظة الإسماعيلية سيطرت أجواء شهر رمضان الكريم على المحال التجارية وبعض المحال المخصصة لبيع الفوانيس، ومن أشهر الفوانيس الجديدة هذا العام الفوانيس المصنوعة محليا وبعض الشخصيات الكرتونية التي يرتبط بها الأطفال، فضلا عن عودة الفوانيس ذات الطابع القديم والتي تعمل عن طريق الشمع والفوانيس النحاس التي تعبر عن الطابع الإسلامي. احنا ملتزمين هنا، عندنا أرخص الأسعار وعندنا أسعار كويسة جدا، من 10 جنيه من عندي، من الفلوس من 10 جنيه وانت طالع، 10 جنيه في ب20 في ب30 في ب50 في ب100 في ب100 حسب الدول المواطن. شارع مكة يعتبر من أشهر الشوارع في الإسماعيلية اللي بتبيع الفوانيس بأسعار أقل الأسعار، لأن طبعا احنا بنبيع أسعار جملة، يعتبر ما نكسبش حاجة، كلها حاجات بسيطة عشان نفرح الناس كلها. أما في دمياط فركزت الورش على إنتاج فانوس رمضان الخشبي لتغزو به أسواق محافظات مصر، وتعددت أشكال الفوانيس الخشبية هذا العام وتطورت صناعته بسبب استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل طباعة الصور على الأخشاب والكتابة بالليزر، كما تميز الفانوس هذا العام بطباعة علم فلسطين تضامنا مع أهل غزة. السنة دي غيرنا الحمد لله، وعملنا أشكال كتير، مباخر وعملنا استندات وعملنا دخلنا شغل عرايس في أكريليك وكده على شكل فوانيس برضو، ونتائج بشكل جديد. وتتميز بني سويف بالتنوع الكبير داخل الشوادر لبيع فوانيس رمضان بشارع عبد السلام عارف، حيث تتوفر الفوانيس بمختلف أشكالها وأحجامها وأنواعها ابتهاجا بالشهر الكريم. وتتصدر فوانيس الصناعة المصرية المشهد هذا العام داخل الشادر، حيث الأنوار المبهجة وأشكالها المختلفة التي ملأت أرجاء المكان. أسعار الفوانيس في متناول الجميع بناء على حجم وشكل كل فانوس، حيث تتنوع أحجام الفوانيس ما بين صغير ووسط وكبير. عندنا جميع أنواع الفانوس، أكتر من 1000 موديل فانوس الحمد لله رب العالمين. الصناعة المصرية السنة دي بقت تعدت 90% عن كل سنة في نسبة الصناعة. أما في القليوبية فتنتشر فوانيس الشمعة والصاج التي تعبر عن التراث الشعبي القديم احتفاء بالشهر الكريم. تلك الفوانيس التي تنتشر صناعتها بالمحافظة خاصة في مدينة بنها، فتضيء شوارعها بجميع أحجام تلك الموروثات المعبرة عن أهل مصر والاحتفال بالشهر الكريم. أنا دلوقتي عندي 62 سنة، أنا الحمد لله بقى دلوقتي 52 سنة شغال في الصناعة دي، بعد وفاة أبويا كمان كملت فيها وربنا وفاني الحمد لله، وزباين بتاعة أبويا على أيامه برضو يا زباين المحل برضو. في كل عام يشهد سوق بيع الفوانيس تطوراً كبيراً في الأنواع والأشكال والأحجام المختلفة، حيث شهدت الصناعة المصرية في الفوانيس تطوراً غير مسبوق خلال الأعوام الماضية. اتوقع
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وبعض العواصم العربية والعالمية. وصلنا إلى ختام النشرة، ولا يسعنا سوى التذكرة بأهم ما جاء بها من عناوين. شكري يجري غدا مباحثات مع وزيري خارجية الأردن وفرنسا لمناقشة التطورات الإقليمية وعلى رأسها الحرب في قطاع غزة. نتنياهو يوافق على إرسال وفدين إلى مصر وقطر في إطار اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين. القوات المسلحة السودانية تؤكد عزمها تطهير البلاد من التمرد وترحب بأي دعوة تصب في مصلحة السلام. إذن انتهت نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال مستمرا. نواصل هواء التاسعة مع هدير أبو زيد. إليك هدير. مساء الخير يا شو، ازيك؟ مساء الخير يا حكمة. يعني خلاص نص تاني من رمضان، يعني كمان الايام بتطير، يعني كان الايام بتجري. كل سنه وانت دايما كده. وانت طيبه وبخير. والنهارده ان شاء الله في التاسعه هنشوف كل الاعمال الدراميه اللي ابتدت في النص الثاني من رمضان. والحقيقه ان مساله ال 15 حلقه ده ادى المساحه ان يكون في مسلسلات كتير باذواق مختلفه. صحيح. موفقه في حلقه اليوم ان شاء الله. بشكركم واشكر كل صناع نشره التاسعه، واستاذنكم نبدا. شكرا. اتفضلي.